الطلاب جاءوا إلى الشاطئ محض إرادتهم يستمعون ويبحثون ويتعلمون عن بيئة الشاطئ الرملي، عن الأشياء الموجودة هنا، لكي نحظى بشواطئ نظيفة ونضمن لأجيالنا القادمة شواطئ نظيفة مع بيئة حياتية طبيعية قدر المستطاع. عشان كل واحد منكم بده يحكي إشي شو الإنسان بيسوي بالشاطئ. إن الناس بيجوا بكيفوا وبشوا وبيعملوا كل إشي بس وبتركوا الوسخ وراه. في ناس بيستغلوا الرمل كتير فبقل الرمل وبوطف في رمل المخلوقات كتير. ساعتها بدروا النباتات وبدروا الحيوانات. حلو ممتاز. ليش مهم للحيوانات النبات؟ لأكل، كغذاء له، عشان يعيش فيه بيئة حياتية. شايفين هاي موجودة هون؟ هذا القربيل هو اللي هو فأر ست أرجل تمشي على رأس. أنا بإيدي هنا هذا فرخ اسمه سكساك. تغير لونها حسب المكان الموجود عليه. ايش اللون؟ يعني مش بهلون مين؟ الجسم. لا ليش؟ ليش هذا؟ عشان الفحص. نحكي طبعا شو اهميه الاكسجين لمين؟ عشان الحيوانات. الكائنات بتحطها جوا بتسحب الاخر عليها. هون حطينا اخر فرخه هون، بنبحث حواليه وبنشوف كيف شكل بيت السرطان. يا شوف الصوت حمادي مبين. كيف يعني فعالية يعني مشوقة، وبتمنى انه كل سنة تعملوا هيك شيء، وكل الاولاد بتمنى انه المدرسة يعني انهم يجوا يشوفوا هيك شيء. بداية المشروع احنا اجينا على الشط، عادة بنيجي على الشط انه احنا جايين بس انه للاستجمام، مش جايين اكثر. جواد انا كثير فخور فيك كيف انت شرحت للاهل. بدي انا تحكي لي هيك يعني عن الاحساس اللي انت حسيته لما شرحت للاهل. وزاره البيئه افادتنا وشكرها وصار في اشياء حلوه، صرنا نشرح العادي، وكان في كم قصي من صف سعد. الاولاد والطلاب حصلوا على الوعي على الحفاظ على البيئه من البيت بدين، وبعدين كمان استمر بالمدرسه من خلال كل المواضيع، مش بس العلوم، من الحاسوب، من العبراني، من اللغة العربية. انتو هذا الجيل اللي إسا صغير، بعده لقدام رح تصيروا أباء، رح يتعلموا أولادكم، وانتو رح ترشدوا أهليكم، وبس تكبروا لأولادكم لقدام كيف نحافظ على الشواطئ. بيام أو بحول أو بيبشا بفنين بحول من البحر، بين البحر بين اليم. احنا عشان نقدر نعيش عشان نقدر نحافظ على هاي البيئه الحياتيه شو لازم نعمل؟ بتمنى لكم يوم ممتع، ترجعوا كليتكم سالمين، صحتكم ولا ولد متأذي، وتحافظوا على بعضكم وتتعلموا تاخذوا اساليب كيف تحافظوا على الشاطئ القريب لبلدنا والى الشواطئ عامه. نحن بنظرة طبعا لكل البلاد اللي قواقع على الشاطئ الرملي من الفرديس وجسر الزرقاء وعكا والمزرعة، على اعتبار أن يكون في سنوات قادمة ويكون المجال العمل والشغل أكثر من هاي السنة، وكلنا أمل أنه الإشي يذوت بشكل سليم وشكل مرتب ومضبوط في المدارس العربية.